حنتقل لفقرة مثل ما قلتي نور بنحكي دائما نحن فيها تحت الهواء، وكل الأمهات بيعانوا منها والأهالي، الغيرة وما أدراك ما الغيرة، وخاصة إذا كانوا بين طفلين بعمر بعض أعمارهم قريبة من بعض بالبيت الواحد. الغيرة يمكن هي شيء أساسي يعني بكل بيت وعند الأطفال شيء أساسي، بس ممكن لما يكون الأعمار قريبة من بعض بصير موضوع الغيرة متعب للأم للأهل. أحيانا نشوف غيرة عنيفة، بنشوف بعض التصرفات من الطفل تصير بتخوف، ممكن أحيانا تحول لغيرة مرضية، ودائما بنقول الأم الذكية نوعا ما بتقدر تحاول تضبط هي الأمور، بس لا أحيانا في بعض التفاصيل ممكن تغفل عنها. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر رشا، الغيرة عند الأطفال، معنا الأخصائية التربوية لينيت يوسف. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح. هلا دائما احنا بنعرف انه الغيره هي حاله مرضيه وصحيه، يعني خاصه اذا كانت غيره ايجابيه بتدفعك دائما للتغيير للتطوير، ولكن اليوم عم نحكي بنقطه كثير مهمه عند الاطفال بمرحله كثير مهمه. خلينا نحكي عن مفهوم الغيره بعيدا عن الغيره المرضيه. تمام. هلا خلينا نقول انه الغيره بمستوى بسيط هي غيره طبيعيه. صحيح. يعني حتى الانسان بلا غيره بتحسي ما بيتطور. صحيح. بس وقت بتتطور كثير وبتصير حاله شديده نحن بنقول عنها هي حاله انفعاليه او اضطراب انفعالي معقد، لانه هو ناتج عن عده مشاعر مختلطه مع بعض بنفس اللحظه، يعني هو عنده شعور الغضب والخوف وحب التملك بنفس الدقيقه. وبيحاول كثير يخبي عليكي بس بيظهر هذا الشيء من خلال افعاله السلوكيه. طب خلينا نسلط الضوء على بعض هي الافعال السلوكيه قبل ما نغوص كيفيه التعامل مع هي الغيره عند الاطفال، خصوصا الاطفال اللي في فوارق بالعمر. يمكن بعض التفاصيل او بعض هيك المشاهدات الام بتغفل عنا، ونحن بنسمع ببعض الحوادث عبر السوشيال ميديا، اخبار من اخوه طبعاً. في ولد جديد بالعلم، بنسمع هي التفاصيل بشكل مستمر وبنشوفها باجواء العلم. بس في بعض المشاهد يمكن اللي بتغفل عنها الام بتقول لك لا هون صار الموضوع مقلق بالنسبه لها. تماما. هلا هذا الشيء اللي عم تحكي حضرتك هو الاعراض. الاعراض نحن ما بنقدر يعني مثلا ما بنقدر انه نغفلها، بس في اعراض شديده انه بنلاحظ هلا بتكون ببدايه الحاله، بيكون عندنا مثلا نحن طفل مولود جديد بنلاحظ انه الولد بصير فورا بده ياخذ الببروني تبع البيبي، بده ينام سرير البيبي، بده يقطر البيبي، بده يقرصه. لهون نحن بنكون استاتنا بالسليم على فكره، لهلا استاتنا ضمن الشيء العادي والبسيط وبنقدر نعالج بكل بساطه. بس وقت اللي بيتطور الموضوع اكثر من هيك بصير في اذى اكثر من هيك. لازم الام تنتبه وتحاول قد ما فيها ما توبخ، لانه كل ما وبخت كل ما زاد اذى الطفل زياده، ممكن تحول لكره. كره طبعا، تحول من محبه اخ لكره. طبعا كره يعني هلا اذا كان كمان لسه اكبر من طفل مولود جديد ممكن يتبادلوا الالفاظ والشتائم ويصير في سرقه بالاغراض وتخريب بالاغراض، وبصير في عنا اتهامه بشيء هو ما سوى. هلا لهون نحن عم نقول شيء طبيعي انه هي لازم الام تسيطر على حالها وتحاول ما تزيد من يعني من تفاقم القصة. صحيح. طب خلينا نحكي اليوم عن الاسباب. اليوم حكينا انه نحن اذا كان في عندنا بيبي جديد بقلب البيت ممكن فرحتنا تنسينا وجود الطفل الاخر يعني، ولكن في اسباب ثانيه. خلينا نقول المقارنه، خلينا نقول دائما الام حنيتها للطفل الاصغر مو اكثر محبه، ولكن دائما تحسي هو بحاجه اكثر رعايه، فبتروح نيتك له. ممكن نهمل شوي يعني عن تجربه انا عم بحكي، نهمل شوي الاخ الاكبر ف بلش هون الغير، يعني ليش هي مو انا، ليش بتقوميها ما بتقوميني، ليش كذا. هلا الاسباب نحن ما بنقدر نحصرها، بس فينا نقول في اسباب جوهريه مثل ما تفضلتي حضرتك انه في عنا وقت اللي بتسحبي امتيازاتك كلها من الطفل وبتعطيها للطفل الثاني هون ببلش عندك الغيره والنقول. انت هون بدك تكوني تصرفاتك كثير مدروسه، يعني بدي امدح هون بدي امدح هون، بدي اقول هون برافو بدي اقول هون برافو، بدي فهم الثاني انه انا كثير بحبك حتى لو اجاني ولد جديد بس انت مكانتك محفوظه. يعني ما في قدامك غير هالطريقه، لانه اصلا هي ابعادها، ويعني بعد الغيره اذا بدنا نتركها هيك بدنا نحول الطفل من انسان لطيف لانسان حدا عم بيعيش حرب نفسيه، يعني فاقد للسلام نهائيا نفسه. طب قلتي خلال حديثك نقطه كثير مهمه بدي اوقف عنها واشرتي له، هو يعني بعض التصرفات اللي بيقوم فيها الطفل من دافع الغيره، فيني انا اغض نظر عنها او يمكن مرقها للطفل بطريقه مختلفه ونبعد عن التوبيخ او التعنيف اللفظي او حتى احيانا
الجسدي، هي نقطة كثير مهمة بتغفل عنها بعض الأمهات، لأنه ممكن يكون في رد فعل، نحن بنشوف ممكن مثلا بده يضربه هيك للولد أو يقرب عليه، فبتلاقي رد فعل هيك قوي بالنسبة للأم، أو بتخانقه أو بتعيط عليه. هي خلينا نركز عليها لكل الأمهات اللي عم يتابعونا، إنه قديش فيني أنا أنتبه لمفرداتي، لألفاظي، لطريقة تصرفي، لأنه أحيانا الأم بتكون شريك للأسف بهي الغيرة أو زيادة هي الغيرة عند الطفل. هلا نحن ما بدنا نقول انه الام كل الوقت هي فاضيه، وبعرف هي الاعباء كثير كبيره على الام، بس هي كل ما صار عندي انا بيبي جديد بده يصير عندي اعباء اضافيه، بده يصير عندها نسبه تركيز كثير عاليه، انه انا بدي يصير المدح بده يزيد، بدي يصير الطف مع الطفل، بدي احاول اني مثلا اقول له انه لا تعمل هيك مشانك انت، بتوجعك ايدك انت، يعني انت بيصير معك شيء مو البيبي، يعني انا خايفه عليك اسا اكثر من البيبي. هيك ممكن تكسبه انه مثلا بعده عن الخطر، بنفس الوقت تقنعه انه انا ما يعني ما عم نبهك مشانه، لا مشانك انت. طيب اليوم عم نحكي ركزنا على نقطه كثير هي وجود البيبي في البيت الجديد، ولكن احنا خلينا ننتقل لمرحله الاكبر، يعني خلينا نكونوا بعمرين متقاربين، خلينا نقول 7 سنين 8 سنين، هدول احيانا بيكون عندك طفل مميز عن طفل، طفل شاطر، طفل هادي، طفل بيعزف طفل شيء، فانت يعني بلا شعور حيكون رياحتك مع الطفل اللي مريحك يعني، فبضل في نقار مع الطرف الثاني كمان حتولد له الغيره. اليوم احنا كيف قادرين ننهي هذا؟ احيانا في عراك بتلاقي بالبيت يعني. حلو سؤالك كثير، لانه نحن المفروض مننا انه نحن اول شيء نعرف ونعلم اولادنا انه رب العالمين اعطانا فروق فرديه، يعني في شيء انا بتميز فيه، في شيء شخص ثاني بيتميز فيه. وقت اللي انا بدي امدح الطفل بمدحه على المستوى اللي هو اعطاني اياه، ما بمدحه لا اكثر ولا اقل، لانه كل ما مدحته اكثر هو بفكر انه هذا الشيء اللي اعطاني اياه بيرفكت ما عاد يزيد، واذا مدحته اقل ما عاد يعطيني، يعني هو بشوف انه انا سويت شيء منيح او ما سويت ما عم تمدحني. بدي فهم الولدين انه مثلا هذا الاخ مثلا عندي كثير عطى نتيجه كثير حلوه، طردنا ماده رياضيات، انت اعطيتني ماده العربي، انت بتساعدني بالبيت، انت عملت هيك، يعني بدي الاقي دائما كيف بدي اقول لك شيء مقارنه ايجابيه دائما مشان ما يصير عندي هي الغيره. انت مع المقارنه انه الطفل قدام طفل؟ ابدا ابدا، حتى الضرب، انه انت وقت بدك تبلشي تخسري ابنك انه قارنيه قدام العالم او اضربي قدام العالم او الشتم، يعني او حتى مقارنه مع الاخ هي يعني كمان بتاذينا نفسيا، لما نقول مثلا اخوك بعمرك عنه في فرق سنه او سنتين، يعني كان شاطر بيسمع الكلمه انت، بصير هاي الغيره بتزيد، يعني بعض المفردات او بعض فينا نقول التفاصيل او بعض التصرفات الاهل بيغفلوا عنها اليوم بتاثر سلبا على شخصيه الطفل، يعني بتصيري كانك عم تربي اعداء بالبيت. الموضوع اكبر ما نحن متخيلين، لانه هلا بكثير دول هن مهتمين بموضوع الغيره، لانه بكثير اوقات عم توصل للانتحار. يعني الاطفال انت ما بتقدري تنبئي برده فعلهم، صحيح، وحتى درجه الحساسيه اللي عندهم كثير مرتفعه، صح، انه الام بدها تكون الله يعينها. اكيد. طيب خلينا نحكي بموضوع الغيره، اذا كان موجود يعني مثل ما اقول شر ووقع خلص، يعني بين اخين، بين طفلين، بقلب البيت، بالمدرسه كمان بصير هاي القصه. طبعاً. اليوم شو ممكن تتطور هاي الغيره، وخاصه اذا كان في اهمال من الاهل؟ بنرجع دائما نحن بنعول على نقطه انه الاهل هنن العامل الاساسي بهذا المنشا، وهو مسؤولين لتصدير هذا الطفل لمجتمع ممكن يكون سليم نفسيا ممكن لا. اذا تفاقم الموضوع عنده هذا الطفل لشو ممكن يتحول؟ هلا اول شيء نحن بهمنا الطفل هو نفسه اللي عم يشعر بالغيره، هو اللي عم يشعر بالغيره قد ايه متاثر، قد ايه متعذب، شو المشاعر اللي عم بيحسها، قد ايه فاقد للسلام، قد ايه فاقد للثقه بنفسه، قد ايه حاسس حاله اقل من الاخرين، لحتى هو عم دائما عم بيعيش الغيره بالبدايه، هو يعني هو اللي عم بيعاني، هو نحن اللي عم نتعذب معه. هي اول شيء. شغله ثانيه، نحن عنا انه ابعاد للمشكله، انه ممكن يصير عندي انتقام، الانتقام يكون مثلا عن طريق الشب والستم، الشتم قدام العالم، انه يكون في كلام كبير، ممكن يصير ضرب، ممكن يصير في اهانات، اذى إيه؟ يعني حتى الصغير ممكن يتطاول بطريقه كثير بشعه بسبب الغيره، خصوصا قدام الناس. هون قد ايش الام لازم تعرف تتصرف، يعني دائما بيقولوا لك انه بعلم النفس لازم ما يعني انسي كل اللي حواليك وتقدري تتعاملي معهم، لانه دائما التصرف قدام الناس بتلاقي لمك هم الناس، نظرتهم شو بدهم يحكوا، بيقول لك لا انسي كل المحيط وقدري حاولي تضبطيه وتتعاملي معهم شو ما عملوا. هي نقطه كثير مهمه احيانا، لانه نتصرف مع اطفالنا او بتصرفوا الاهالي مع اطفالهم بناء على نظره الاخر لهم، مش على هن شو بيحبوا.
هلا نحن قد ما كان الموضوع كثير صعب قدام الاخرين، نحاول قد ما فينا. بالنهايه هدول الاشخاص اللي احنا موجودين معهم كبار واعيين، بس انا اللي عندي طفل صغير يعني هو انا هلا اذا بدي ازعجه او بدي ضايقه او حتى بكلمه ممكن انا اكسر له ثقته بنفسه مدى الحياه، وهذا الشيء بدي اثر على شخصيته بالمستقبل. بالنهايه بدي يطلع عندي انا شاب مختل او مختله نفسيته او متزعزع او غير متزن. صحيح، ولكن نحن اكيد في مواقف نحن كاهالي ما بتقدري تمرقيها، ولكن كرمال انه نحن اليوم ما نورجي فينا نحن نورجه رساله نورجه لهم. طبعا احيانا الام بنظره الطفل بيفهم عليها. اكيد صحيح النظره نور. ما بدي اعصب عليك. خلينا نروح للشيء الايجابي، حكينا بالاشياء السلبيه بموضوع الغيره، نحن اليوم نحن قادرين نحول هاي القصه لموضوع ايجابي، يعني كان بالمدرسه وان كان بالبيت الواحد، حكينا عن المقارنه الايجابيه انه نحن دائما نثني على الطفل، شو فينا نركز على قصص ثانيه؟ هلا فينا بالبدايه فهموا موضوع في شيء عندنا اسمه المنافسه الشريفه، المنافسه الشريفه بتقوم على مبدا انه نحن عاملين اختبار، ممكن انا انجح وكون كثير متفوق وممكن اني افشل، بس هذا الفشل هو بدايه نجاح، وفرجي كثير قصص نجاح بتبلش من بدايه فشل. نعم. ممكن فرجي انا انه مثلا نحن بنقدر من خلال هذا الشيء نكون انسان بقدر اعبر عن انفعالاتي بشكل متزن. يعني بعيد عن الصراخ، لاقي انا بيني وبين الطفل لغه، لغه حوار، لغه تواصل بعيده كثير عن الصريخ والشتم. انه مثلا بدك تحكي ما في تبكي، بدك تفهمني شو بدك، بدك تحكي بشكل انه بدك تقلي فهمني اعرف شو بدك بشكل واضح، بدي اعرف شو بدك، شو طالب، مين اللي زعجك، عرفتي كيف؟ انه انت بدك توصلي لمرحله انه نحن نبعد شوي عن حتى عن التوتر الزايد انفعالات، ونرجع لموضوع الحوار. ويمكن الطفل بكلمتين يعني سهل الممتنع فيك تماما تسيطري على مشاعره. بنتشكر حضورك لليوم. اكيد بنتشكرك وبنتمنى لك التوفيق. شكرا كثير لك. شكرا لك، وخلينا هيك نبلش ناخذ بالنصائح.